أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. لنسخي كداب بالصحبة. أما بعد، فهذه رسالة فيما يحتاج إليه كل معرب أشد الاحتياج، وهو ثلاثة أشياء: العامل والمعمول والعمل، أي الإعراب، فوجب ترتيبها على ثلاثة أبواب. لدرسي في شدة هندك قسمان كربزوري لسر بسم الله بلان بو كامل بوني بحثك وبو يكسر بحثك مقدمة كي تواوكين أمره الحمد لله ودس فيكينو. الحمد لله، الحمد كدبيت مبتدا لله جار مجرورة متعلقة بفعلك عامة وككائنون يا ثابتون يا هل كامل لو نبي جاربت خبر والحمد. وباشان والصلاة والسلام أمانش مبتدا هدوكين لنسخية كسلامي لقلدانية على محمد خب تبعتنا يزار في مستقرة لمحلها مرفوع وتعلق بسوء فلك عامه أبيت خبري مبتدا وعليه أتف بصر محمد وصحبي شاو أجمعين. خلاصي كلام تأكيدي معنوية، فائدي أم تأكيدي معنوية بأجمعين وأوانا كدهندري بو أويك يك فائدي تلا لباري معنا وأويك احتمالي اوكا ما بست لم دعايا ولم حكم دا هندي كيان بن او احتمالا رفع دا بيوها الضجيرة بو چونك اگر ازمعيني لقلدان بي بلي والصلاة على محمد امزا وآله وصحبه ذكري چن فرق رحمتك بو اوان بي معناك دلست و اشكالي تدان بلا وقت تو دلي ازمعينا يعني لأفرادك كبقال ناسراون ولأفرادك بصحب ناسراون هيتشيان لبراويزا نبن هميا شامل أو دعاء خير ورحمة بن كدكربويا بلا يعني أمزاء الفلامي الحمد زور علماء دفرمون بو استغراقي بو جنسا بو استغراقي أفراد يعني توابي أفراد جنسا كده دكري وتحت شي بي بقدر يستعيش بو ذاتي خواهي كربا واتا رب دبيت الصفة مشبهة اويك آرام آرام هيواش هيواش بلو كمال سوقيان ددا آرام آرام هيواش هيواش دان هيني تسرو هرچي استعدادكو هرچي بابتك بيويز ببو اوان بو شكوفاي اوان بو رشتي اوان دان داتيا او الرب لوقع بوضلا عالمينا قصال السر او اري جامع بي يا مفرد بي بهر حال اقر جمع عالم بي بم معنايا كعالم بمعنى ما سوى الله بي غيري خدا بي ولا عالم او توزك ارادي ليدا جيلت چونك عالمينا طبيعة كإعرابي جمع مذكري سالمي في أدراء وكي يونون لحالة جر نصب ده تازه معنى أوي مبست بم عالمينا عقلاء غير عقلاء أشيت أدراء جاء وقتا وايليد جمعك معنى كم ترى التي لمفردك أما قاعديك لعلم عربي ده دبي هميشا معنى جمع زور تربية التي لمعنى مفرد جاء أجر مفردك معنى جمع كشيلة لا إذا تعذر مزمان بوشي ما كاتك أو جمع دبستين كاتك لفظك جمع دكين كبيجمان إما معاني معنى زورت ما بيو لمفردك دا وجير نكون وتشنج نكون بويا بناتاري بنادا بين برتي برجمة بس بلام بلين جمع عالمة اشتكي معقولة اشتكي منطقية عالم أو اختلبت اسمي آلت ناوا بو هرشتك كا بوشتا يشتك دزاندرت وكو خاتم كا وسيليك وابزاريك
بو اوشتي كوا بي موردكري طابعة يا قالب هرشتي كوا بوصيلي اوشتا الدخلية او قالبو كوا هيا امانا خلاصي كلهم دبن با اسمي آلت اما اسمي آلتك لسر اوزاني سرفينا خارج لأوزاني سرفي زورت شاكا بالا جاء وقتا خلاصي كلام توابي جواهر أعراض ذكرته بقول العلماء ضلا وأوقتا بجمع جدهندر عالمينا بجمع عالم بوي توابي أوي كل جنس عالم داهي با شامل ببلا جمع كده لو جنسانا كوا مختلفا جورا وجورا و بلام لردا باري عقل بونكي غالب دبه بسر غير عقل بونك دا و بويا بي و بنون وكو اوصافي مذكركان جمع دكريتوانيو جمع دبستدت او بمجوريا باشكال بلام بباركي كدا واقعا اشكال دارك بلان جمعي عالم و عالم بمعنى ماسي والله او باشان رحمة أمنية سلام للغتها بمعنى أمنية رحمة الصلاة للغتها بمعنى رحمتها منظور في نسلامي أويك الدكرة لخلقو حتى نجخو هلف زكي أويا لباري لغتي ده وصلاة منظور في صلاتي في قينية لواقعدة واتا رحمة أمنية لسر شيبت لسر محمد صلى الله عليه وسلم زرت شاكا وكو بحثم كرد لخزمتانا الصلاة مبتدايا والسلام بعطف على محمد خبرك يدي زورت شاكم بمن اعتبار أقدبينين أو شنك عطف بوصل جملة الحمد لله الحمد لله جملة ابتدائية يا بواتايج كجملة مستأنفة يا جملة ابتدائية مستأنفة محل الإعرابين قاعديك ما هي لنا حدا هرتشي عطف كلاية وبوصرشتك كمحل الإعراب أبو أبو شهيتي وهاتيشتك عطف كلاية وبوصرشتك محل الإعراب أبو أبو جنيتي بس والصلاة والسلام على محمد كجمليك وكو الحمد لله محل الإعرابيني أمج محل الإعرابيني أو جامجا شتيشكش ذكريت بلين الصلاة بتني عطف بوصر الحمد على محمدينش عتب بصر لله أوى جاء أجر أوى ببلين والصلاة مبتداي على محمدين خبركيتي أوى عتفي جملة بصر جملة بلام صلاة عتب بصر الحمد على محمدين عتب بصر لله دبيتا عتفي مفرد بصر مفرد حدو كشان لباري عربي ولغوي ودرس من هجش كالك تدا نيلا وقد وآله لخدمت خوشويستانا كعرسكم آل اسمي جمعة بو چونك مفردك للفزي خوينيا هرشتك مفردي للفزي خوي بو نبو بيضلن چي بيضلن اسمي جمعة يعني اوي كمعناي جمع بو بلان مفردي للفزي خوي نبو علماء بيضلن چي اسمي جمعة وإجازشي بيدرا وكوا إضافة بكلي برو چي برو زمير برق إنكاري اكن بلا إنكاري اكن بيه موردو لواقع دا بدليلة وباشان أما دلن إضافنا كلي بروشتي كوال لمعنى دا معنى باستي ورزالتي ببي مثلا نالن آل الإسكافي إسكافي يعني بينتي بو چونك شغلي بينتي شغلي زور معقولني لواقع دا أما إراد دجيلة دلن أي باشا بو إضافة كلي برو فرعون وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه آل لرد إضافة كلي برو فرعون كالحالك فرعون سردسي همو شرورانو سردسي همو فاصلانو تبالتريني إنسانا كان ولا دنيا دا دالين بدليلي اوي وايا اوخو براستي وايا بلان لباري دنيا دا شكو منزلتو جاياكي تايبتي بو على وقت يعني عظمتك بالنسبة فرعون ولا دنيا دا مشهودو غير قابل إنكارا بلقسيكي جوانا اوش باشان دو او توضيحة آل أمجا مبس بيشيا باشترين تفسير بو آل أوابيكا
آل بمعنى أو تفسيرا تنگ نظراني ك أهل تشيع ديكن أو نبي چونك أوان لآل دا چن كسيك لدروي بنمالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دكن بآل پیغمبر عليه الصلاة والسلام بلان سركيترين أواني كآل پیغمبر موكو خيزانا كاني لو دائرة دان كان درت كشتيكي فوق العادة نانا جيبانيا آل لباري لغويوا لقل أو تفسيري أوان الدنيا جويران ببزوريش بچسبش پیچوني ناچسبت قابل قبول نيو وإمكان پذير نيو بقرار قطي بچ دليل بدليل يو برزان آل اس اختلافي هي لسري أري أهل رشاكي أو لا است که اختلافی که لبین کیسای سیبو هیدا کی چاندله اولو چاندله اهله به هر حال اگر اول به خلاصه کلام او وا وک کراوا به هم با اهل فو اویش بو تعالو یا اهل بو بیت ابدال تلا کراوا اویش هک کراوا به هم با الف بو تعال است به هر چونکه تصغیره کی بدو جور ظاهرا ادعا کراوا هم اویل هم اوهیل اگر اهل به اهل به معنا شایستگیه هر یعنی ذاتی کلمه که الان مثلا فلان اهل لذلک یعنی فلان اهل لذلک یعنی چی یعنی شایستگی اوشته هي استحقاق اوشته هي و اگر اولش به معنا قرانویا یعنی واتکس یک به علی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دادندری کده قرته بو علی پیغمبر علیه الصلاه و السلام کده قرته بو بیرو هزرو فكري بيغمر عليه الصلاة والسلام زا لهردو معنى كلمة كدا مفلدة كيدا وقن اوانا قريتا وكتو بيني بيانش كسيك چوار كسيك كو كيتو اما فاتمة و اما حسنة و او حسينة و لقل علي و باورك ابن عباس جدانان فضل عباس دينو عباس دينو لا برشوان لعباس جنانان چونك محبتي عمري كوري خطابي هد بي حد زور بوا اتو بینی بن معالی پیامبر صلی الله علیه و سلم و فاطمه جبینی و ایتر امزا کشکانی که بحثر ناکری جنکانی که بحز ناکری لواقع دا اوی که امانه دیلین ایم دوشت من هی آل من هی و اهلی بیت من هی اوی که مبس پی باری نصبی به اهلی بیت اهلی بیت بکه دلن بوانه دلن کلجیر سرپرستی کسی که لیک شوینده مشغول بزندگی و بجيان وبعيشن او انا بياندلن شي بياندلن اهلي بيت وات اضافه اهلك دكري بروتي برو بيت وامجا اهل جدهندري نال دهندري ناول دهندري غير من هيچ ناندري وال اضافه ناكري برو بيت ال البيت كم تلوى اهل البيت هي لوقعده جاء لي ردا اگر بو تفسيرش اهل بيتك ليكي ودي هر او تفسيري وان هر غلطه بدليل أهل بيت لباري كمصطلح في قرآني شا بكس يكدا قتري كلمالا كادجين ولما ردا لجير سرپرستي وقيمومتي كس يكا قراريان قتوا بوانا دلن أهل بيت دي بم تفسير جواهر برناك ولا قادة بم تفسير جونك علي كوري أبي طالب رسول رحمتي خالي بخو لجير سرپرستي بغمران أبوه اما انکاری او ناکن که علی کوری بطالب جزئی اهلی بیت نه باب اهلی بیتا بلان وقتی امانه کل در و حساب دکرین علی کسی که مستقل بوالا پیغمبر علیه الصلاة والسلام و فاطمه خیزانی بو ککتی پیغمبر بوا حسن کوری علی بوا حسین کوری علی بوا وقتی امانه لدر وی او مکانا که پیغمبری خواهی تیادجی علیه الصلاة والسلام با اهلی بیتی اندادنی دی چونه که پیغمبر شوروش لگر جنکانی جیا و تو جنکانی به اهلی بیت داننی اما حالتو پلتی رأیه که الی رده بلام آل هر وقتی ده گوتره قطعا بو معنانیه بمعنا کسی که کوا لحالی اتباع و پیروی کدن دایا جا ام جا او پیروی کدنو لو وقتو که پیغمبری خواه بوا علیه الصلاة والسلام حتی او کاتی که لعلمی خواه دا مقدر و گزره و كأم عالمي هستيتا كإدامي دبه حال كسيك شوين پیغمبر دكي وصادقانا بآلي پیغمبر دادن رعلي الصلاة والسلام او حقيقتيك وامزا اي كبلان اي بو صحب دينن لدوادا اخو الصحب بنمونين كباريس لو آلده هندري
كبارستريني أواني كوا تبعيتي مطلق بيت نتران لبي غمري خواه كدوا كسانكن كبناوي أصحاب ناو دير كلاون لتاريخ إسلام دا وبيدلن أو كاتا عطفي خاص بوصر عام يا عطفي بعض بوصر كل أو كهيج إشكالي تدانيو وكو إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات عمل داخل إيمان لواقع دا بلان وقت عطف دكليتو بوصر إيمان بما بنانية كعمل الصالحات مغايرتي هي لقل إيمان دا وكو غالبا لعطف دا أن بابته هي كدلا معطوف لقل معطوف إليه مغايرتي هي بلا نوشتيكي صدر صدينية لكل چونك لهندي شوين دا عطفي خاص أكلته وبصر عام عطفي بعض ذكرته وبصر كل إتر أو كاتا اشتكا كبدو بيني بدو لفظ أدا ذكره لو قاعد دوش دنينو يكشتن أول يعني عام مكيد بدو ما نوخي خاصة كيدا بلا وقاعدة أو إن شاء الله كلا توضيحة حالي بول بس صاحب جي اختلاف هيك داخل اسم جنس عفو يا اسم جمع يا جمعة يوجد اختلاف هيك لبني سيبوهي أخفجده كسيبوهي عموما دفرم اسم جمعة بلا أما بعد فهذه بلا لنسخي ايش كده ظاهرا وبعد هاتو ليرا كانش دا بلا لنسخي كلا دستي من دايا أما بعد هاتو فهذه جاء أمجا أو في كلير ده أصل أو نسخي أصلي من وكو أرزم كده لدرسي في أشودات شونك بيقومان أم كتابانا نسخة هاي جور وجور ينزورة أنه أو أقسام نسخيان هيا وأم نسخان أشتوبلي هميان بإرادنا هميان بإرادين وهمشيان إراد دارين لكل هذا بإنسان إنصافي ببير بلا نسخي صحيح أو أما إلى قلدان بيت وبعد فهذه رسالة أو النسخي محققة للنسخي كده هاتو بدليلي تي ظلم باجوا على قلين بيت بدليلي فيكي بلا ولا قليش بخو فيك الشيء اللي به إشكالية تداني لواقع ده بلا لواقع ده لنسخي تحقيقي كده تحقيق كده وده أو هيك لقليني بحر خال يعني لدواء جاء بعده ظرف جزء ظروف غاياته كلام تبع إن شاء الله ده أخوينين ولا قتلون داش أجوان توضيح من دوا ولا تبع كاني كشحر توضيح من دوا ألبتا جزء ظروف مضاف إليه كان للفظة ولا تقدير ذا قطع بوبلان لمعنى ده ما هو هنا جبيني لمعنى ده بهني آوية أصلكي بعد البسملة والحمدلة والتصلية تصليني صلاة وسلام فهذه زرتك فهذه رسالة أنفيها وبعد فهذه أنفيها جوابي أمايك كلا تقدير ده يا أمايك كلا تقدير جدان به جماني أولي ذكر لي ردا أما ببوشون كبزوري لما قام دا واقعا أما هرهايا زرتك جاء وقتها فهذه رسالة أولي بيتها لواقع دا شرط بو أما يكوا أقابلين محذوفة أقا محذوف شنو بي مسكورة فرغناك فهذه يعني أولي لبردستان دا وحاضر إشارة بو أوشتيك لبين دو برقي أم كتابة دايا رسالة رسالةك الرسالة لخدمتنا عرس كم لأصل ده بوش تدقت لك لبيني فرستندو جيرند داهية أوش تكلا فرستندو دنيار دري بو جيرند جا استنامية بولا هربابتك لوقدا أوش تبيدلن تي بيدلن لواقع دا أربعة زوت لبحثي نام دا إلى أصل الله لا كلو نام دا أخبار ورودا وكانوا مسائل جور وجور خلاصي كلام تاوتوه دكليو لجي لفرستان دا ودنر دا وجيران دا زور تاكا باشان عرفا لو بابتا ودر هاتوا معنى چكي بخوي قلتو صورة چكي لدر هاتوا اویش گوترا و بو عبارتانی کوا کومالک بابت علمیان لخو گوتو بجوریک مختصر
وەک نامەخ نامەتۆ مەتالبێک دەنێری زۆر بە کورتی پاشان ریساە بۆتە ئەو کتێبە کورتانە کە کۆمەڵە قاواعدیان چییە لە خۆیان گرتووە. ریساە مەسەرە لە ئەسڵدا لە سەوزنی درایەتە ریساەت درایەت وەکو عرضم کردن پاشان بەو عیبارەتە کورت و مفیدانە دەگوترێ کە قەواعیدی جۆرواجۆریان تێدا هەیە. پس یعنی ئەمە مختەسەرێکە، ئەگەر بێنی مانایکەی مختەسەرێکە لە چیدا فیما لە شتێکە یەحتاج و ئیلەیهی کل و معریبین کە نیازی هەیە بەرەو ئەو شتەیە هەی ئیلەیهی چێتەوە بۆ ماکە، یعنی قسە لە شتێکدا دەکات کەمە بەس پێ عیلمی نەحوە کەوا یەحتاج و ئیلەیهی نیازی هەیە بەرەو ئەو شتەیە بەرەو ئەو نەحوەیە ماکە عیبارەتە لە نەحوەکە هەر معریبێک. معریب چێیە؟ ئەو کەسەی کە دەیهەوێ ئیجلای قواعدی نەحوی بکە لەسەر کەلامی عەرەب، بۆ پێرەنجی پێڵێن معریب، یا کەلامێک دەڵێت کە کەلامەکەی بەرابەری قانونی نەحوی بێ ئەو پێدەڵێنجی پێڵێن معریب. وە معریب عموم بەو کەسانە دەگوتێ مەسەلەن حەدیسێک ئایەتێک شێعرێک دانهەوێ دەڵێن عێرابی ئەکا، یعنی چی؟ یعنی دەیهەوێ ئیجلایکە و پیادەیکە تەطبیقی بکە بەرابەری قانونی نەحوی. پس ماکە کەمای مۆسوولە یەحتاج ئیلەیهی کوللی معریبین دەبێت تەسلیلەکەی و هەیەکە دەبێتە عائدەکەی. زۆر چاکە. وهو سلاسة أشياء أبيش كتن ديا أبيش وهو سلاسة أشياء آ أو هو دسيتو باصم بو ما كك فيما، يعني آم رسالة كخسر كان لش تيك داك التبيعة بريتية لنحو أبيش سيشت ليلة داك بحسيك، يعني ويكا هر معربك نيازي بيتي و بيوستي بيتي أشد الاحتياجي بأوجي احتياج أشد الاحتياجي بأوجي احتياج احتياجي فيتي بويش أشد هنا چونك احتياج طبيعة أو بيقمان اسم التفضيل اللي دروز نابي چونك سلاسية سلاسي منيع عفو سلاسي مزيدة. بس لو شو نانا دا اسم التفضيل كبمان هي دروستي كين لسر وزني أفعال كدروز ندبو چونك سلاسي مجرد ندبو دينين للفزي أكثرو أشد أقوى وأم بابتان إسفادة دكين وأمزا إزافي دكين برو مستري أو بابيا يا مستري بابكي بدوائي دابا منصوبي دينين كالير دا آوة هندراوة. العامل والمعمول والعمل أمانش أم سيشتانا كهر معرب نيازي بيتي سيشتن أم سيشتانا يكيان تبعة عاملة يكيشان معمولة يكيشان عملة. لعامل دا سي حركة كدرسة أقبلين مرفوعة أو خبر بو متلاكي محذوف منصوب بي أو مفعول بو فعليكي محذوف أقب مدرج وإخواني العاملي أبيت بدل كل لبعض بدل بعض لكل واتب بدل التي لأشياء كأشياء غير منصرفة مضاف إليه جربة يا بفتحية بلح ساكي درسة زرتاكي كان عاملي كان معمولة أو كي كشيان تيا أو كي كشيان عمل عمل تيا أي الإعراب جاء لي ردا أقدي قتل كربية عامل تفسير ناكا عملش تفسير ناكا أما عملش تفسير ناكا كدية تصير تفسير زدكا تفسيري عمل دكات بعمدل أي الإعراب تاوليتي أي الإعراب. أول ردا ما بستي أويا لما طلبك إيه محالي ببين بوية تفسير أكاتو بإعراب عملي تفسير أكاتو بإعراب كدلي مبستي أوية مبستي أوية وكو لبري لسر تشاوكان كشرحي أمكتبان كدوية حتى لحاشية كاني كالسر إزهاري قديم داهبون كعادة نج أو حاشيانا بريتشان هلا ناو شرحكان وجيراو نواني كاكا بويا تفسيري عمل دكاتو بإعراب لبرأوا هدفك دنبال دكا دي هوش تيك بإيه مبقيني كأويش ما بس أويا معنى مستري كحدثكي كعملكي أي ما بزنية أي حاصل بالمستري ما بس إمام ألم إصطلاحانا لقديم دادما خويندن بيان لو تين لشوني شعودة دانقود
او كاك كمثلا او مصدر تفسير كده او بو تفسير كده يعني او اللي بدا وي معناه مصدر يكي ما بزني بلكو حاصلي بالمصدر ما بس حاصلي مصدر كي ما بس اي خو حاصلي بالمصدر تشا خو برق لو انا شكب اي ما عندو هر وافير كرابون خو انا اندزاني تشا طبيعه حالي ندبون لما طلبك وبويا يا مشهر دمان كتوا اگه کسی که لی پرسینه اند من گفت حالا او بابت من دکتو افری نشان خواهد کردین که مستر من هیا حاصلی بین مستر من هیا بعد جوان لشتک حالی ببین زود چک مستر چیا؟ مستر حدثکه که نفاعیلی تدایا دی قدکی نزمانی تدایا مثلا بونمونه مثالی که ساده ایم دلی نصر النصر نصر مستره حدثة أبو چونك خدي أو فعلية معناي فعلك خوي فعلة نصر خوي فعلة كارة إيشا يارمتيدان خوي حدثة فعلة باشا حدث يعني معناي مستريك زور تشاك أما بيالنشي كقتل عن مستر يعني مع حدثك مثلا الضرب الضربك أو تشيا حدثك تقوليتي كالآخر يعني بتضرب ويضرب أوانا مثلا ذهاب او حدثك يا روشتن خروج او بلين حدثك يا درتشون عمل يرد عمل اگر بيني بمستر معناه كتو حدثك يعني عمل كردن تاولي جا امجا بيشي خيته بربابي چوار چونك جا دقيق اسم من حضورم نيا داخو بسبابي كاتو بلان قاعده يكي سرفي من هي هر فعلك ندزاني لسبابي كاتو بیبره بر بابی چوار برای دلم بیبره بر بابی دو بلان بابی چواره که قوی تره هر فعل اگه نده زنی سبابی کتو بیخره بر بابی چوار بابی علیمه یعلمو هیچ اشکالی که تیانی دلین عمله یعملو فرزن عملا باشا زود چک یا اگر بابی دو به عمله یعملو عملا مثلا زود چک کسی هر کمی کمیش شمن نیم عمل پس معنای مستریکه چه حاصل بین مستریکه؟ معنای مستریکه ای عمله یعنی عمل کردن. او معنای مستریکه. باشه؟ که لأساس دبیت فعل و خلاصه کلام انواع و اقسام فعلی لدرس دبیت. بلا حاصل بین مستر یعنی چی؟ یعنی ها دقت که نتیجه مستریکه. نک خودی مستریکه. دقت که ايما عامل من هيا معمولش من هيا عامل لسر معمول چي اكا معناي مستري نا انجام دادا انجام نادا عامل لسر معمول چي اثر اكا اگر عامل لسر معمول اك بي پيامدي بوني ام عامل لسر او معمول چي الين حاصلي بالمسر نك معنى مستري اكا بو چونك عامل عمل لك اي نتيجه او عمل كدن چي نتيجة كي أعراب أو فعلا شيء حاصل بمثال يعني أو نتيجة كلمة ستركة برداج دكري و بدز دي بيدلن حاصل بالمصدر يعني أو شتيك خلاصي كلام كودك لتو أو شتيك هو بفرس بدز دي لتي لا مستركة بنتيجة لمستركة بدز دي واتا نتیجه مسترکه اوشتا چیه؟ پیالن حاصلی بالمستر پس عمل اگر به معنای مستری معنای کین یعنی حدثه یعنی کار کردن عمل کردن کار کردن اثر دانان چاو لیتی؟ بلان لیره دا اثر دانانکه که معنای مستریکه او ما مبز نیه بلکو نتیجه اثر دانکه من مبسته آخر عامل کدیت لسر معمول اثر دادنه نتیجه او اثر چیه؟ نتیجه او اثر اعراب عامل ديت لسر معمولة كيما عمل دكا يزور تشاكا باشان نتيجة او عمل كدنتيا كحاصل بالمسالي فعلا اعرابك يا او بويا تفسيري كدو تواني بقال اعراب وامجا لأول شوى دلبويا نيفرمو العامل والمعمول والاعراب عليه بو اوي الحروف مطابقي دو اولكان باخر واخوش ليغري شبن عامل معمول
عمل، عامل، معمول، عمل. ام جا تو دلین تفسیری که تو بیعراب زوشتی که جوان و شیرین و رکوپی کو بی ایراده او او و ام جا دو امانه فوجب ترتیبها پس سی بابا فوجب ترتیب على ثلاثة ابوابین پس واجب ترتیبها اها چاولیتی ام سلات ام ترتيبها ام عامل معمول عمل ابو انا اتشتان واجب ترتيب امانه لسر سبب اما كذا المفروض ترتيب على ثلاثه باب كتاب بخشي درس كمان بلا بم توضيحها كبيس لخدمه بزرگواران ام توضيح حد دقه فرمون جار لسر في فوجب ام فيت فيك او كاكي من في فصيحي بيان لسر في فصيحة اختلافك شديد لبين جنابي سكاكي وزمخشري ده كزمخشري ده فرمي بيانجري شرطيكي محزوفة لقل أداتي شرطة أو فيا والله سكاكي ده بيانجري محزوفيك جا محزوفك هرشي بيت بهر حال بيغلن في فصيحة بوتشنك لأنها تفصح عن محذوف چونك پرده لعددا چاوله پرده لعددا لبردمشتي ككشتك چيا محذوفه حذف كلاوه يعني بيد دلاله لعددا حذفك بس اصلكي اواب و يعني اصلكي دتفهم رين اواب اذا كان الامر كذلك وقت جريان و جرياني ام با ام كتابه اوايك عامل هي ومعمول هي وعمل هي بس وقتك اوايا جرانا كلام قراريا داستانك بمجوريا واجب الترتيب بندي امس انا بكره بسبب يعني هل يكبين لبابك على حده وجودا كان دائما دانينو خلاصه كلام بحثي عندك تشاولي جاء انجا ترتيبش كتوضيح بدين مسألة باب تفعيله الريشكي بمعنى ثبوت أبو شنكا الريشي مجردكي رطوبة رطوبة معنى ثبوت يعني بس واجب وقت جريان آوايا واجب رسالك أم مختصرة لعلم نحودا قرار بدريت تثبيت بكريت ثابت بكريت ماندقار بلا ثرسيباب جاء أمجا الباب الأول في أو في العامل وباب الدوم في المعمول باب سوم في العمل كإعرابك جاء أمجا أو تاركنا كوتاي بحثي إيمي بلان يكتي كماوا يكتي كماوا كليردا من لخزمة إيوي بزرقوارانا عرستاني كمو بوتان توزيحت ترتيب أمتي بوكو بحثك بترتيب عامل ومعمول وعمل اگر پیان وابه کسانک ام ترتیبات جزئی ابتکاراتی جنابی برکویه انا او بحاله چنو اشتباه بو چونکه لپیش برکوی دا بس صدان سال ام ترتیبه دامزراو بمجوره او جزئی ابداعاتی امام عبدالقاهر جرجانی برحمتی خوابه امام عبدالقاهر جرجانی خلاصه کلام بزرگواری بو كوقت ما شاكي متكلمة فقيهة أصولية لغوية نحوية كسيكي شاكا بباوكي علمي بلاغا زاندراو ناوي در كدلو أول كسيك أوي كمن آقا دارم بيقومان كأم ترتيبي داناوا إمام عبد القاهر الجرجانية لچو دا لكتابي كي مشهوري خويدا بناي مئة عامل اما لفقيتي عامل عوامل جرجاني اخوينين عوامل جرجاني هم نسبة دلاؤن بإمام عبد القاهر جرجاني حالا وكشا دلي عوامل لنحودا اوانيك لنحودا عاملا با توجوب ويكا إمام عبد القاهر جرجاني برحمة إخوابي تصنيفي كدو وديناون صدان عاملين مواخوين عوامل جرجاني دا پس وهر ديار او كتاب إمام عبد القاهر جرجانينيا او عوامل جرجاني كده دست ايما داية بأنواع واقسام نسخي جورا وجوري ختيلة جيلاوتو كبريشان هر زور براستي
لەگەڵ یەکە ناسازگارن بێگومان بەڕێزان ئەوە نووسراوی مادوقاری دێنە. من ئەوەمەی جوزانیم هەیە لە خزمەتی هەم و هەمە ئیمام قاهری جوزانی کە باسی سەر ئاحمیلە کاکە هەر ئەو تەرتیبەی داناوە ئەم تەرتیبە بڕکەوی بە ڕەحمەت بێ تەبعیەتی لە جورجانی کردووە نەک هات بێ خۆی ئەو سەبکەی دانابێت ئەوە بە حەق بە حەقدار بگات. هەرچەند خۆم بزرگوارەش ئیدعای نەکردووە کە ئەم تەرتیبە لە نەحودا نەحوکەیتە سێ بەش عامیل و مەعمول و ئیعراب خونەی فەرموە کاری منە، بەڵام شاید کەسانێک وا گومان بەرن، شاید کەسانێک وا لێ حاڵی ببن، شاید کەسانێک وا بۆی بچن. جا بەوەی شتەکە خراپ نەبێ خوانە خواستە ئەمانە ئەرزشی عیلمین دەبێ هەر شتا خاوەنەکەی کێ بدرێتەوە بە خاوەنەکەی، سەحابەکەی کێ بدرێتەوە بە سەحابەکەی. جا بۆیە ئەم تەرتیبە ئیمام عەبدولقادر جوانی لەو میێت و عامیلدا کە من بە خزمەتی گەیشتم ئەوەی داناوە دەیکاتە سێ باب کلەن، بابێک عامیلە، بابێک مەعمول و بابێک عەرابە. ئەم جابرکەویش لەم شێوازە ئیستیفادەی کردو. بەڵام ئێمە ناڵین ئەم شێوازە خراپە یا چی یا چ نییە، چونکە علوم هەروان لە ئەوڵەوە دێن جۆرێکن دوایی هەتا پێی دەچێ ڕێکوپێکتر دەبن. هەر زانایەك دێ ژیانی خۆی کە تەرخان کردووە بۆ فێربوونی ئەو عیلمە و کارکردن لەو عیلمەدا بێگومان دێنێ نەتیجەی زەحەماتی خۆی ئێرائە دەدا و بەنەوعێک تەرتیببەندیەکە فەرق دەکا. ئێستا لە فێقی شاهر وایە خۆ چ تەماشا ئەوکە هەر تەرتیببەندی هەرتێدا نییە لە نەحودا تەماشا ئەلکتابی سیبۆوی کە خۆ شتێکی بێ خۆ نەیدۆزیەوە. مەسەلەن دوا باسی کەلیمە و ئەوانە کە دەکا ئەقسامی کەلیمە باوەڕ کەچێتە سەر باسی واهات تەعجوبیەکەی. جا بۆیە بەمرور ئەو شتانەوە دروست بوون. جا ئەنجا ئەوەی کەوا من خۆم بەلامەوە زۆر شیرینە و وەزانانیش کە تەئیدیان کردووە من لە ڕووی تەئیدی زانانەوە عەرسان دەکەم بەڕاستی سەبکی ئیبن و مالک زۆر تایبەتیە، زۆر زۆر تایبەتیە. ئەو سەبکەکەوا لە ئەلفیا هێناوێتی، لە تەحسیلدا هێناوێتی و ئیبن هیشامیش هەر لەسەر ئەو سەبکە ڕۆشتووە. منتەها شاد لەو سەبکەدا یەک ئیراد بگیرێوش کە ئەوەیە وەکو شوێنێکی عەلاحیدە و مشەخەس بابی حروف جیانە کرابێتەوە. بەڵام ئیبن هیشام ئەو کارەی کە کردووە زۆر جالب ئەو کاری ئیبن هیشام، ئینی تەرتیبی نەحو باوەکو تەرتیبی ئیبن مالیک بێ و بەڵام دواتر بابی حروفی مەعانی هەر بە جیا بخوێندرێ نەک تێکەڵاو بۆ عیلمی نەحوە، هەر عیلمی نەحوە بەڵام باتە وجوب بەوەکە قسەی زۆر زۆریان لەسەرا حروف ئەوە جداگانە بۆ خۆی بخوێندرێت. جا ئەمجا ئێستا ئەو سەبکە لە دنیای ئەمڕۆدا سەبکێکی مەقبوڵە سەبکەکەی ئیبن مالیکێتی و ئەمجا ئیبن حاجب پێش ئیبن حاجبیش زەمەخشەری بە ڕەحمەت بێ ئەویش خۆی سەبکێکی خۆی هەیە کەویش خاڵی لە لتف نییە وەک ئەو سەبکە کێسا لە هیدادا هەیە. دێنە ئیسم جیا دەکاتەوە، پاشان فعل جیا دەکاتەوە، پاشان حرف جیا دەکاتەوەانێ ئەو سەبکەش سەبکێکی ناخۆشە. پەس ئوسولەن دەبێتە سێ دانە سەبک، سەبکی ئیمام عەبدولقاهری جورجانی، سەبکی زەمەخشەری و پاشان سەبکێکە جوزئی ئیبداعی.